أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين،
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر لكم أساتذتي الكرام ومشايخي ومسؤولي هذه المدرسة المباركة، مدرسة الدارين، داري الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ أشكر لكم هذه الدعوة الكريمة التي تشرفت بها، وأشعر أني بين أهلي، وأشهد الله منذ أن وصلت إلى هرجيسة وأنا في سعادة داخلية لا توصف، لا أستطيع أن أعبر عنها، وأنا بين أهلي فعلا. ومنذ أن وصلت إلى هذه المدينة المباركة ورأيتها شوارعها ومبانيها ووجوه أهلها ومساجدها، عدت إلى الماضي الجميل في مصر، فالجو مثل الجو تماما، المساجد ومكبرات الصوت تصدع بالآذان، والقرآن يتلى، والوجوه مشرقة متوضئة مقبلة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فتذكرت هذه السنوات التي قضيتها في مصر ما بين التعليم في التربية والتعليم والأزهر الشريف، سنوات شبابي، سنوات حفظ القرآن، تذكرت المعلمين والأساتذة والمشايخ، الجو نفس الجو والطباع نفس الطباع، فقط هي الأماكن متباعدة. فأنا هنا بين أهلي، وكلما اقترب موعد السفر أحزن حزنا شديدا، لأني أشعر أني في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه كما جمعنا بهذه الوجوه في هذه المدينة المباركة المشرقة الآمنة، هذه المدينة الآمنة، هذه المدينة الآمنة، أن يجمعنا في الجنة. قولوا آمين. هذا أولا. ثانيا، إن كان من وصية أوصي بها نفسي وطلاب العلم، فنحن أمة اقرأ. أول ما نزل من القرآن على النبي ماذا؟ اقرأ. أول آية نزلت من القرآن ما هي؟ اقرأ. فنحن أمة اقرأ، طلب العلم. أنتم في أحسن مرحلة من مراحل العمر، وهي مرحلة التعليم ومرحلة التحصيل، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء في السماء والأرض، حتى الحيتان في الماء. والله سبحانه وتعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعيب على أمة اقرأ ألا تقرأ. فأوصيكم يا أبنائي ويا بناتي في هذه المرحلة بالاجتهاد
والمذاكرة وتحصيل العلم، فأنتم في مرحلة البناء، وما تستطيعونه في هذه السنوات لن تستطيعوه بعد ذلك، حيث تكبرون وتتزوجون وتصبحون آباء وأمهات والمسؤوليات تكثر. فأرجو الله عز وجل أن يوفقكم للنجاح والتفوق وطلب العلم، وأن تكونوا منارات لأمة الإسلام ينتفع بكم الناس أينما حللتم. اللهم أمين. هذه المدرسة اسمها مدرسة الدارين، أرادوا جمع خيري الدنيا والآخرة، ولقد أحسنوا بهذا الاسم المبارك، وإنه لمن الفأل الحسن، فهنيئا لكم، وأرجو الله أن يسعدكم بالفوز بالدنيا والنجاة يوم القيامة. قولوا آمين. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجري على أيدي المعلمين والأساتذة والمسؤولين والمديرين الخير لمصلحتكم، فكونوا عونا لمعلميكم، مطيعين لهم فيما يرضي الله عز وجل. وإني لا أريد أن أطيل، ولكن أحببت أن أشارك وأعبر عما يدور في داخلي من سعادة عظيمة بهذه المدينة. كل شيء فيه رجيسة جميل، أنت أجمل والله، أشهد الله، كل شيء فيه رجيسة رائع، الجو ساحر، الجو جميل، جو هواء نقي صافي، يعني في الفندق أفتح الشباك بالليل وأتركه طول الليل، هذا لو فعلت في أمريكا أصبح مثل الميت من التعب، أما في رجيسة فهو جو الجميل مثل نسمات الصباح، وإنه لو اشترى بالمال لو وجد. فهو من فضل الله عز وجل. وبجانب هذا الجمال الرباني، جمال قلوبكم يا أهل رجيسة، وكما قال أحد المشايخ في وصفكم: بشرة سمراء وقلوب بيضاء، بشرة سمراء وقلوب بيضاء. فالقلوب محل نظر الله عز وجل، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فقلوب محط نظر الله عز وجل، قلوبكم بيضاء وأحسبها كذلك. وإني تأثرت وتعلمت كثيرا في هذه الأيام القصيرة، تعلمت الأدب، تعلمت احترام العلم والعلماء، أكرمتمونا وشرفتمونا وحملتمونا فوق أعناقكم، فأسأل الله أن يجبركم وأن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يبارك في مدينتكم وأن يديم عليها الأمن والأمانة، وأن يجعلكم من العاملين لدين الله عز وجل. هذا الطالب، هذا الولد كان يردد معي، فأنا سررت جدا وهو يقرأ ياسين معي، وأنا أقرأ قلت يا رب استرني ألا أخطأ أمامه. فهذا شيء جميل، هذا عبد الله، بارك الله في عبد الله وفي كل الطلبة وأسامة، فسررت وأنا أقرأ لمحت أنه يردد معي سورة ياسين، فهذا شيء طيب، ففيهم الحفظ إن شاء الله وفيهم القراء. وبهذه المناسبة عندي كلمات عن القرآن الكريم أقولها: إن شئت أن تحيا بكل أماني، إن شئت أن تحيا بكل أماني، وتظل في منأى عن الأحزان، وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأماني، فعليك بالقرآن، فعليك بالقرآن، فعليك بالقرآن، فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران، فيه شفاء للصدور ورحمة
وبه تبدد حيرة الحيران، وبه النفوس يزول عنها غلها، وبه القلوب تعيش باطمئنان. فاقرأ 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 لكي ترقى إلى العلا، وتنال في الغرفات خير مكان. واتل الكتاب مرتلا آياته، متدبرا في سحره الفتان. واتل الكتاب مرتلا آياته، متدبرا في سحره الفتان. سيظل قرآن الإله هويتي، وولاء آل محمد عنواني. ارفعوا أيديكم لعلها ساعة إجابة إن شاء الله. فنحن ضيوف في هذا المبنى بين يدي الله عز وجل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم ربنا لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بارك في هذه المدرسة يا رب العالمين، اللهم بارك فيها، بارك في معلميها وفي مسؤوليها وفي مديريها وفي طلابها وطالباتها. اللهم بارك فيهم جميعا يا رب العالمين، واجعلهم منارات للإسلام والمسلمين، انفع بهم الدنيا كلها يا رب العالمين. اللهم بارك في هؤلاء الأولاد والبنات، احفظهم يا رب العالمين، وبارك فيهم، واجعلهم من الصالحين، واجعلهم من العاملين، واجعلهم من الحفظة لكتاب الله. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا بهؤلاء الإخوة والأخوات والأبناء والبنات في هذه المدرسة المباركة في هذا اليوم الأغر، فاجمعنا في الجنة مع أهل القرآن وأهل العلم وأهل الصلاح. اللهم اجعلنا خير سفراء للإسلام يا رب العالمين. اللهم بارك في هرجيسة وفي أهلها وفي رجالها وفي نسائها وفي أبنائها وبناتها، بارك لهم في أرزاقهم، وبارك لهم في عافيتهم وفي دينهم، وأنعم عليهم بنعمة الأمن والإيمان. اللهم جازهم عنا خير الجزاء. اللهم إنا نشهدك يا ربنا أن نحبهم في الله، فاجمعنا بهذا الحب في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما نسألك فرجا عاجلا لأهلنا في السودان يا رب العالمين. اللهم فرج عن أهل السودان، اللهم فرج عن أهل السودان الفيضان يا رب العالمين. اللهم فرج عن المكروبين في مشارق الأرض ومغربها. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.